بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أهنئ المسلمين والمسلمات بصيامهم هذا الشهر الكريم، سائلاً الله تعالى أن يتقبل هذه العبادة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يمن علينا جميعا بأتقى رقابنا من النار، إنه تعالى على كل شيء قدير. هذا، وأهنئكم باستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. هذه العشر التي تتزاحم فيها الهمم من أجل التقرب إلى الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت هذه العشر أيقظ أهله وأحيا، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. كان يحرص على أن يحيي الليل كله بالعبادة في هذه العشر. كان من شأنه أن يحيي لياليه جميعا بعبادة الله تعالى بالتهجد والقيام، ولكنه في هذه العشر يطوي فراشه ويواصل ليله بنهاره في عبادة الله تعالى. فالمسلمون يتسابقون إلى هذا الخير، يتسابقون إلى ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من خير ساقه إليهم في ليلة من ليالي هذه العشر، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هي الليلة المباركة التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهي الليلة التي ذكرها في سورة من سور القرآن وسمها ليلة القدر، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة يجب على كل أحد، أو بل يؤمر كل أحد أن يحرص على أن لا تفوته في ليالي شهر رمضان، بحيث يحرص على قيام العشر جميعا حتى لا تفوته هذه الليلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، فقد أخفاها الله تعالى في تضاعيف ليالي رمضان لأجل أن يحرص الناس على حسن العبادة في هذه الليالي جميعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يمن علينا بقيام ليلة القدر وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، وصيام رمضان إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.